الرياء. يسوع من الحاجات اللي مش بيحبها خالص خالص الرياء. الرياء هو القدرة على التمثيل، القدرة على الخداع، القدرة على ان الواحد يظهر عكس اللي جواه، يعني يبقى مش طايقك ويحضن فيك ويبوسك ويقول لك وحشني جدا جدا، يبقى مش بيحبك جواه بغضة وحسد وغيرة ويقول لك انت اجمل حد وانا بحبك جدا. الحقيقة يسوع كان بيعاني من ده، خاصة من الكتبة والفريسيون. ليه الكتبة والفريسيون؟ وشبههم اكتر من مرة بالمرأون، لان كانوا بيطلبوا من الناس يعملوا حاجات هم مش بيعملوها، وبيظهروا للناس التقوى والبر والتدين السطحي، وجواهم مفيش عمار بينهم وبين ربنا. عشان كده كان يسوع يشبههم بالقبور المكلسة. شفت القبر؟ لما تشوف القبر تلاقيه بالرخام وورد وجميل من بره، لكن لما تفتح تلاقي ريحة نتانة. وقال لهم انتوا بتنضفوا خارج الصحن او خارج الكأس، لكن من جوه. عشان كده يعني في صوم العذراء انا بتمنى بجد، حتى لو اشتغلنا على دي، بس ان ما نحكمش على حد، ان ما نجيبش سيرة حد. وافتكروا في العظات انا كنت بقول لكم، لما تلاقوا حد بيجيب سيرة حد، يا تغير الموضوع، يا تقول حاجة حلوة عن الشخص اللي عمال يجيب سيرته، يا تهرب بشكل او باخر، يعني تسكت تمشي، لكن ما تشاركش. ما تشاركش ناس بتقطع في ناس، وما تشاركش ناس بتحكم على ناس. مين احنا عشان نحكم على الناس؟ ده لو ربنا كشف الحاجات اللي بنعملها في الضلمة لمدة شهر بس، مش هنخرج من بيوتنا صدقوني. لو ربنا يكشف اللي في قلوبنا تجاه الناس، أو الحاجات الوحشة اللي بنعملها في الضلمة، فشايفنا وستر علينا، مين احنا عشان نفضح؟ ومين احنا عشان نحكم؟ ومين احنا عشان ندين؟ يبقى خلينا الفترة دي من الصوم نتدرب على عدم الحكم على الآخرين، ما نجيبش سيرة الناس، ونكون صادقين صراحة مش بننافق، ما نكونش بوشين. يا عمي لو انت مش هتقول حلو، لو انت مش هتقول عليا وحش، مش ضروري تقول حلو وانت جواك مش قابلني. يعني ما ينفعش تخدعني، تضحك عليا، تمثل عليا. خلي بره زي جوه، ومن فضلة القلب بيتكلم اللسان. خلينا في هدف الصوم للعذراء ننظف جوه، نهتم بجوه اكتر ما نهتم بشكلنا او بمكياجنا او بلبسنا او بمظهرنا. قل له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. امنا العذراء بصراحه كانت كده، كانت بره زي جوه. السلام العميق اللي جواها تجاه ربنا وعلاقتها الحقيقيه بيظهر في الهدوء، بيظهر في السلام، بيظهر في التأني، بيظهر في التأمل، بيظهر في الشكر، لان بره زي جوه. خلينا نتمثل بأمنا العذراء في شفافيتها وصدقها وطهارتها وعدم الحكم على الآخرين. آمين.